برعاية الرئيس السيسي، مصر تستضيف فعاليات المعرض الدولي الثاني للصناعات الدفاعية إيدكس 2021. رئيس الوزراء يستعرض مخطط مشروع تطوير حديقتي الحيوان والأرمان بالجيزة. والداخلية تشارك الأطفال الاحتفال باليوم العالمي بتوزيع هدايا عليهم بالشوارع والميادين. موجز الأهم وآخر الأخبار من تلفزيون النهار، أهلا بكم. تستضيف مصر فعاليات المعرض الدولي الثاني للصناعات الدفاعية إيدكس 2021 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بمشاركة أكثر من 400 شركة عارضة من 42 دولة في الفترة من 29 من الشهر الجاري وحتى 2 ديسمبر المقبل بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية. ويشارك في فعاليات المعرض كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة في مجال الصناعات الدفاعية بأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية والدفاعية، كما يضم المعرض 21 جناحا دوليا في دورته الحالية. استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في اجتماع عقده اليوم مشروع تطوير وتحديث البنية الحيوانية والنباتية والأثرية والترفيهية لحديقتي الحيوان والأرمان بالجيزة بحضور وزير الزراعة والإنتاج الحربي. وأكد رئيس الوزراء تطلع الحكومة إلى إعادة إحياء كافة الحدائق وتعزيز دورها كمناطق مفتوحة ومساحات خضراء داخل المدن تعد متنفسا للمواطنين، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي بالعمل على تطوير الأصول المملوكة للدولة من حدائق ومتنزهات في نطاق القاهرة الكبرى. ووجه مدبولي بأهمية أن يتم الحرص على الحفاظ على المسطحات الخضراء خلال تنفيذ أعمال التطوير. رحبت مصر بتوقيع الاتفاق السياسي بين الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي والدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء الانتقالي في السودان اليوم. وتشيد في هذا الإطار بالحكمة والمسؤولية التي تحلت بها الأطراف السودانية في التوصل إلى توافق حول إنجاح الفترة الانتقالية بما يخدم مصالح السودان العليا، كما تعرب عن أملها في أن يمثل الاتفاق خطوة نحو تحقيق الاستقرار المستدام في السودان بما يفتح آفاق التنمية والرخاء للشعب السوداني الشقيق. وانتقلت إلى رحمة الله تعالى منذ قليل الفنانة القديرة سهير الببلي، وذلك بعد صراع مع المرض داخل إحدى المستشفيات والتي كانت تعالج بداخلها منذ عدة أيام. يذكر أن الفقيدة توفيت عن عمر يناهز 86 عاما. قامت وزارة الداخلية بتوزيع هدايا على الأطفال بالشوارع والميادين، ووجهت زيارات للمرضى من الأطفال بالمستشفيات، فضلا عن استقبال أطفال المدارس بالجهات الشرطية، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للطفل. المزيد في سياق هذا التقرير. من حي فرقنا واحنا تملي ايد في الايد، شايفين حلمنا بيقرب والاحلام ما بقتش بعيد، عارفين. تزامنا مع الاحتفال بيوم الطفل العالمي، ومن منطلق حرص وزارة الداخلية على مشاركة الأطفال هذا الاحتفال، قام رجال الشرطة بتوزيع الورود والهدايا على الأطفال في الشوارع والميادين بمختلف المحافظات، في بادرة تؤكد على التقارب والتلاحم بين الجميع والدعم المتواصل الذي تقدمه الوزارة للأطفال وإحياء المناسبات الخاصة بهم. خطوتنا الجاية ومستقبلنا طريق الأبطال وعلينا العين. ليست هذه هي الطريقة الوحيدة التي أحيت بها الوزارة يوم الطفل العالمي، لكنها بادرت بتوجيه مأموريات إلى المستشفيات المختلفة، وفي مقدمتها مستشفى سرطان الأطفال 57357، حيث تم توزيع هدايا على المرضى من الأطفال، وهو ما رسم الفرحة والبهجة على تلك الوجوه التي أتعبها المرض، وتسهم تلك المبادرة في رفع روحهم المعنوية وتدعمهم لمواصلة العلاج حتى الشفاء. النهاردة بسم الله ما شاء الله جات لنا زيارة من الداخلية، بسم الله ما شاء الله عليك، ضباط
دوم والله بسم الله ما شاء الله دخلتهم بس علينا كده فرحتنا. فوجئت بوزارة الداخلية موجودة هنا وبيفرضوا هدايا وبيلعبوا مع الأطفال وبيجروا بيهم ويفرحوا بيهم. احنا الأمهات فرحنا جدا. كما فتحت مستشفيات الشرطة أبوابها للكشف على الأطفال وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان على مدار 3 أيام تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للطفل. مين حيفرقنا واحنا تملي ايد في الايد، شايفين حلمنا بيقرب والاحلام ما بقتش بعيد، عارفين. وقدمت وزارة الداخلية الكثير من المبادرات للأطفال للإسهام في رفع الوعي لديهم وتعميق الانتماء الوطني وتعريفهم بدور رجال الشرطة في حفظ الأمن والاستقرار من خلال استقبال أطفال المدارس بمختلف الجهات الشرطية بمديريات الأمن وفي مقدمتها إدارات المرور والنجدة والحماية المدنية. يستمع الأطفال إلى شرح من الضباط حول طبيعة عملها والجهد المبذول فيها لخدمة المواطنين، إضافة إلى مشاهدة بيانات عملية لتلك الإدارات. كما توجه الوزارة مأموريات للمدارس المختلفة لتعريفهم بالجهود الأمنية وما يقوم به رجال الشرطة في سبيل حفظ أمن واستقرار هذا الوطن. أمنك وأمانك وإحنا في ظهرك مهما يكون. المدينة المرورية شكل من أشكال الاهتمام الذي تليه وزارة الداخلية للأطفال، حيث تنتقل بين المدارس للارتقاء بالوعي المروري لدى طلاب المدارس وغرس قواعد وآداب المرور لديهم منذ الصغر، وتتيح المدينة للطلاب المشاهدة الميدانية لكافة قواعد المرور وتطبيقها واقعيا. مصر اللي الكل عارفها عدى عالزمان، يا مصر. مصر اللي محدش شافها في الشدة بتبان، يا مصر. وتنظم الوزارة زيارات للأطفال الأيتام لتقديم الدعم والمساندة لهم وتلبية متطلباتهم. تعمل وزارة الداخلية من خلال تلك المبادرات التي تستهدف بها الأطفال على غرس روح الولاء والانتماء لديهم والتأكيد على دعمهم ومساندتهم، فهؤلاء هم مستقبل الوطن وذخيرة تنميته. كان هذا موجز 7 مساء من تلفزيون النهار. دمتم بخير، إلى اللقاء.